صحة حديث لو رأى أهل العافية يوم القيامة ما فيه أهل البلاء من النعيم تمنوا لو قرضوا بالمقاريض. لا يصح، بل نحن نسأل ربنا سبحانه العفو والعافية في ديننا ودنيانا، ونقول بدعاء الصالحين وبأكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.